يا كنيسة أمي بالمصابين جاي المسيح عارس ما جاي ياخدنا إليه ده جاي بمجد والمجد بيه قوموا يا أبناء المنبر يا واستعبدوا حبه أشياء شدوا عفوا فالحافظي لحافظي للمنتظرين جاي المسيح وعرسنا جاي. أعزائي المشاهدين، مع بنت الأصول، بنت الوزير، بنت المسؤول، بنت الكبير، بس المسيح بيجيله الغفير والأمير، الكبير والصغير، وكلنا بنكبر فيه هو. مهما كانت أصولنا، مهما كانت عائلاتنا، مهما كانت مكانتنا، احنا بناخد كل حاجة من المسيح. فبنت المسيح النهاردة هتحكي لكم حكايتها. عروس جميلة اتبهدلت واغتصبت من زوجها ابن عمها، لأنه اتجوزها بالعافية على أساس إنها مسيحية كافرة يجب أن تكون زي أسيرة ليه، زي جارية ليه. هتقول لكم حاجات غريبة، وتنقلت من بغداد، من الصين رجعت بغداد، من بغداد هربت على تركيا، ومن تركيا مسكها ابن عمها ورجعها تاني بغداد. رحت اليونان ولا لسه ما رحتش اليونان؟ لا لسه. طيب هنوديك المكان اللي نقدر نوديك فيه، اوعدك قدام الناس، خلاص هوديك المكان اللي نقدر نوديك فيه. يا رب يا رب يا بنت يا رب، بس تحكي لنا حكايتك وايه، وتقول لنا ايه الحكايه بتاعتك بالظبط. خلينا اصلي ارحب بالاول بالمشاهدين، عدد كبير داخل اهو، اشكركم. ميري، جاسمين، علاء، طيب علاء اهلا بك علاء. جاهز الشيخ محمد علاء. طيب وجرميه وفارس وسهام وابن داوود كيمو، اعداد كبيره معلش سامحوني مش قادر اقول كل الاسماء، بس انا برحب بكم وبشكركم على انكم دايما بتشجعونا وبتقفوا معانا. واول ما نقول لكم فينا عندنا اختبار بتيجوا على طول، ودي كنيستنا، الاختبارات دي المنصه دي بتاعتنا، دي كنيسه، كنيسه لينا. بنعمل ايه غير ان احنا بنمجد اسم الرب وبنذيع اختبارات تشهد للرب. تعالوا معايا في الاول نصلي لبنتنا نوره، ونصلي لحضراتكم ساده المشاهدين، ونصلي لهذا العمل الذي يتم بمعجزات، معجزات من ايد الرب فعلا. بسم الاب والاب والروح القدس له واحد امين. يا رب يا رب انا بنشكرك يا رب على ما تعطيه لنا كل يوم، خبز حي بتعطينا المسيح من خلال الشهادات والاختبارات والمعجزات اللي بنقدمها. يا رب اشكرك يا رب،
اشكرك لانك متواجد معانا في كل حاجه، في كل ايد بتمتد يا رب عشان تعمل شيء يا رب. اشكرك يا رب، اشكرك وامجد اسمك وارفعه، اسمك العظيم يا رب، اسمك العظيم اللي اديته لنا يا رب. لنا افتخار انك انت الهنا، لنا افتخار ان المسيح، ان المسيح اخترنا، لنا هذا الافتخار. اشكرك يا رب، اشكرك. بارك بنتك واسندها واحميها وسهل لها طريقها تطرق بغداد، هي طالعه بوشها ومش خايفه، اسندها انت واحميها انت يا رب. ارجوك يا رب تدخل في حياتها. بصلي للساده المشاهدين اللي واقفين معانا اللي بيستندونا، الرب يبارككم يا رب، الرب يحميكم. بصلي لكل من يساهم في عملنا ويشترك معنا من اجل خدمه الرب، لكل اللي يشير، لكل اللي يعمل لايك، لكل من يعمل شيء من اجل هذه الخدمه. اشكركم، اشكرك ربي الذي انت استجبت وسمعت. اشكرك لك المجد من الان والابد على ظهر الظهور. امين امين حبايبي. طيب ما تخليش التليفون يخرخش يا بنتي يا نور. هو في صوت منين؟ هو في صوت عمال يخرخش كده. كويس؟ اه كويس. طيب يلا يلا. انت مين؟ انت مين؟ دي بنتك دي؟ ما فيش حد مع بنتك؟ لا. طب يلا ربنا يعيننا. يلا اتفضلي احكي لي حكايتك من البدايه. من البدايه من البدايه علشان عايشه بالعراق ويا اهلي وعائلتي. لا علي صوتك، علي صوتك وما تتكلميش عراقي، اتكلمي مصري. اتكلم مصري؟ ايوه. امال ايه؟ ما هجيب لك عروس مصري بقى. تمام. اتكلم مصري بس انا مش كويسه قوي في المصري. قول ادينا مع بعض اتفضل، اللي ما فهموش اقول لك قولي تاني اتفضل. انا كنت عايشه في العراق مع اهلي، كنت صغيره، كان عمري تقريبا 10 سنين. عيله ابويا عيله كبيره قوي. بابا قرر يطلع بره العراق يهاجر، بس قبل كده هو انفصل عن ماما خالص، واللي عرفناه انه ماما خلاص ماتت واتجوز واحده ثانيه، وخدنا وسافر على الصين. سافرنا على الصين اول دوله نروح فيها ونعيش خلاص هناك. تمام. في الصين ابوك في مكانه وزير صح؟ والعيله عيله كبيره مشهوره، عيله كبيره قوي ومشهوره قوي، معروفين كتير قوي في العراق، من منها ناس مسؤولين حتى الان. طبعا دلوقتي عندي ثلاثه مسؤولين كبيرين قوي في الدوله، زي وزراء ولا واحد منهم تقريبا زي الوزير، والثاني كمان معاه، يعني هما الثلاثة بنفس المجال المكانة، بنفس المكانة، مسؤولين كبار في الدولة. طيب هما اتفضلي احكي بقى حكايتك كملي. سافرنا على الصين. في الصين هناك بابا جه يتكلم في المسيح وانه انتوا هتبقوا مسيحيين زيي، وخلاص انه هيحولنا على مسيحيين. في البداية أنا كنت رافضة لأنه ما كنتش أعرف أي حاجة عن المسيح خالص، وأصلا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الدين اللي قبله. تمام. يعني أنا كنت طفلة مدللة في عيلة كلها دلال وحاجات دي، فما فيش إنه ما فيش عندي فكرة خالص أصلا. لما طلعنا على الصين في كنيسة هناك، رحنا الكنيسة لمدة 6 شهور، كل يوم بروح تلمذة. تمام. الكنيسة هناك كانت باللغة الإنجليزي والصيني. انا بحب ارنم، بحب انه اغني او اعزف او اي حاجه كده، فجيت قلت لهم انا عاوزه ادخل معاكم في القران عشان انه عاوزه اعرف حاجات عن الترميم والحاجات دي. دخلت في القران وبقيت ارنم مرنمه في الكنيسه، مع انه انا الوحيده اللي في اخواتي كنت رافضه الفكره انه انا ابقى مسيحيه. بعد كده بعدها 6 شهور جه القسيس بيسألني بيقول لي انت مش كنتي رافضه الموضوع في البدايه؟ قلت له بس دلوقتي حابه الموضوع، ما عنديش مشكله. سوري جيت زي بعض. لا زي بعض. اوكي ماما حبيبي بيبي بيبي. هاي سي هاي. اسمها ايه؟ الانا. الانا. هاي الانا. ايه الحلاوه دي يا الانا يا عسوله انت.
يلا إلى أنا عشان تستمر بعد شوي. ففي الصين بعد فترة خلاص جه القسيس يتكلم معايا كده، فقلت لهم انا ما عنديش مشكلة خلاص اتعمد. جيت جه يوم الاعمال، تعمدنا احنا كلنا، انا واخواتي الاربعة ومرات بابا. وبابا بابا هو متعمد اصلا. يا لهوتي، ده بابا ده بقى قصته كبيرة على فكرة، مش كده؟ ايه اللي وانتشر في خلاه؟ الجرايد والحاجات دي. معقولة؟ قصة. وبعد كده جيت طب استنى استنى، خلينا نتكلم على بابا شوية. دقيقة اديني اوكي نتكلم عن بابا. قصة بابا، اشتهرت قوي. كتير قوي ايه في سبب، الجرايد. ايه سبب انه ايه ايه سبب انه قرف من الاسلام وقبل المسيحية في الصين؟ ايه السبب؟ صراحة هو بينه وبين نفسه أنا ما أعرفش، بس اللي كان بيقوله إنه هو خلاص هو حب كده عشان كان دايما بيروح مع أصدقائه المسيحيين وبيشوف حاجات تانية خالص عن اللي هو بيعرفه. تمام؟ فكان بيقول إنه أنا خلاص شفت النور، أنتوا كمان لازم تشوفوا النور زيي. أنا ما كنتش مقتنعة بالكلام ده، كنت بقول له أنت بتتكلم عن إيه أصلا؟ عرفت إزاي؟ وباعتباره وزير ومسؤول كبير، الدرايه اتكلمت عن انه اتنصب. طبعا انا بعت لك من فتره الجريده كانت كاتبه ايه وقتها. ما يا بنتي، انا فين مخي؟ ما اعرفش بعتيها فين. فهو تهدد وكانوا هيقتلوه خلاص، عشان كده هو سافر بره العراق اصلا. تمام. يعني هو امن بالمسيح وهو في بغداد، وهربا من القتل طلع على الصين. على الصين. ماشي، وبعد اتفضلي. كده في الصين احنا كلنا صرنا مسيحيين خلاص. عشنا تقريبا هناك 6 سنين، بقينا نتكلم مامي wait please، بقينا نتكلم صيني، وعندي اخويا بقى يتكلم ويكتب ويقرا الصيني. فكلنا كنا كل يوم بنروح على الكنيسة ونحضر وكل حاجة كويسة وتمام، لحد كان ما جه سنك، وقت كان سنك كام لما وقتها كان تعمدتي؟ عندي 13 سنة. ياه. فبعد كده في الصين جه قانون انه اللي بتخلص الإقامة بتاعه لازم يطلع خلاص، ما يبقاش في الصين. فأنا وإخواتي الثلاثة ضربنا الإقامة، فعشان كده بقى الموضوع خطر علينا إنه نبقى في الصين، عشان كانوا بيلحقوا اللي بيكونوا مخالفين الإقامة بتاعتهم. فاضطر بابا إنه ياخدنا ونرجع على سوريا. تمام. جينا على سوريا. في سوريا تعرفنا على كنيسة اسمها كنيسة الاتحاد، كانت يعني كنيسة حلوة قوي. انا بدور بس على صور الجرايد اللي قلت لي عليها. بس اسمعيني، انت دلوقتي سبت الصين وطلعت على فين؟ سوريا. يعني ده سوريا دي مش، انا مش حاسبها خالص، ده انا قلت تركيا. سوريا لما قبل ما اتجوز، قبل ما اعرف رحت سوريا. رحنا سوريا، هناك اتلمذنا تلمذة اللاهوت، انا انت ومين؟ واخواتي، انت انا واخواتك وبابا، العيلة كلها يعني، انا واخواتي وبابا ومراته. تمام. في سوريا بقينا هناك تقريبا 3 سنين. في السنة الثالثة بابا قال خلاص انا مش قادر انه تبقوا معايا، عشان عمامكم عرفوا انه انتوا فين، ولو هو اخدوكم ما اقدرش اعمل حاجة، انا هخرج. فبعد فترة كنا بندرس في كنيسة الاتحاد اللاهوت، أنا وأختي درسنا اللاهوت، بقينا خلاص كل حياتنا كنيسة، كنيسة وبيت، بيت الكنيسة، ما فيش حاجة غير بس إنه نروح ندرس ونرجع. بعدها مرات بابا قررت إنه خلاص خلي عمامي يعرفوا إحنا فين ويجوا ياخدونا. فأنا وأخويا وأختي احنا ثلاثة رجعونا على العراق عند عمي الكبير اللي هو مسؤول كمان في الدولة دلوقتي. رجعنا بيته يعني بطريقة مامي ممكن بس اتكلم بليز. يلا بابا وبعدين يلا.
لما رجعنا على العراق عند عمي بقوا يعاملونا بطريقة وحشة، عشان انتوا مسيح وانتوا عملتوا كده وانتوا مرتدين واخويا لازم يتقتل. فكان في صليب على ايد اخويا رسمينه تاتو وشم على ايده، شالوه بالسكين يا عشان ساتر هو مرتد. يا ساتر. ف بعد كده جيت اتكلمت انا مع قسيس بيعرفنا بسوريا، مع هو الكنيسة اللي تلمذتنا عشان درسنا اللاهوت فيها. جيت اتكلمت معاه قلت له الحكاية كده 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 ومحدش عايز يساعدني ومش عارفة اعمل ايه. جي قال لي انا هساعدك تطلعي لو معاكي الباسبورات بتاعك، انا اساعدك تهربي على تركيا. تمام، حد كده حلو قوي. عمي البيت بتاعه عنده حراس، البوليس بتكون واقفة سيارة شرطة بالباب من هنا ومن هنا عشان الحماية بتاعه كده. لا راجل مهم بقى، مسؤول كبير. أختي بقت خايفة قوي، فقعدت في الليل في ترنيمة ترنيمة أنا بحبها قوي. تمام، قولي حتة منها بقى. بخجل إنه دلوقتي لا ما بس تتجليش، ما هرنم. تتجليش. تمام، يلا نهارك فل. يد كلمة قوة تربي تسميني، الله تشعل في أشواقي وحنيني. الله. الترنيمة هاي أنا كتير بحبها قوي، فكنت برنمها لحد الساعة 4 الفجر. فقالي القسيس، قال لي بصي انا مش هقدر احجز لكم، مش هتقدروا تطلعوا النهارده. قلت له ليه؟ قال لي الموضوع صعب قوي عشان في خلل في الفيزا كارد، لو حصل هبقى ارن عليك واقول لك اوكي او لا، احنا جاهزين عشان نهرب خلاص. انتوا فصار مين؟ صعب. انتوا مين هتهربوا؟ انت اختك انا واخويا واخوكي؟ اختك اكبر منك ولا اصغر؟ اصغر مني. اصغر منك. واخوكي؟ واخويا كمان، انا اكبر واحده، اخويا اصغر مني، انت هو اصغر واحد كان وقتها اتفضلي. عمره 10 سنين بس. يا ربي، ده انتوا اطفال يا بنتي. وانت كان سنك انا كام؟ كان وقتها، انا وقتها كان عندي 15 سنه. يا ربي يا ربي. وازاي ابوك يسيبكم كده؟ ازاي ابوك بعد يسيبكم يا كده بنتي؟ ازاي ابوك يسيبكم؟ عشان مراته اللي قررت مش هو. ايه ده؟ بعد كده ايه؟ ماشي يا بنتي بعد ماشي. كده جيت، صارت الساعة 10 الصبح، بيدق لي السيس بيقول لي التيكيتات جاهزة الساعة 4 العصر طيارتكم. طيب انا اطلع من البيت ده ازاي؟ مستحيل اقدر اطلع، لا انا ولا اخواتي، مستحيل. الموضوع كان مستحيل خالص. فجيت على اخويا قلت له بص انت مش بتحب ربنا؟ قال لي اه. قلت له طيب اقعد صلي وانا هطلعكم من هنا. قال لي تمام. كنا قاعدين احنا الثلاثه ونصلي، قلت له يا رب انا مش عاوزه حاجه، بس اني اطلع ما حدش يشوفني من الحمايه بتاع عمي، مش عاوزاهم يشوفوني. صدقني يا بابا، طلعنا من الباب، من باب البيت، وطلعنا بالسياره وبأشر لهم بقول لهم باي، ما حدش شايفني. يا ربي، انتوا الثلاثة. احنا الثلاثه طلعنا، الساعة كانت 11 الصبح، 11 ونص الصبح، ومحدش فيهم كان شايفني. أنا دلوقتي بتكلم وبرجف من الموضوع. محدش فيهم دي كان شايفني. معجزة يا بنتي. الله الله. المعجزة كانت وقتها مستحيل، يعني أنا ما كنتش مصدقة إنه أنا طلعت بالسيارة ووصلت على المطار والساعة 4 ونص طيرت، وأنا طلعت الساعة 11 ونص الصبح. يعني يا هو الله، لو عمي اتكلم مع المطار تليفون واحد كده هيوقفوك. هيرجعني. هيرجع تمام، الطيارة كمان. قعدت في الطيارة. بالمطار قالوا لي إنه أخوك سنه صغير وما يقدرش يطلع وما أعرفش إيه. جيت اتكلمت مع داود قلت له لو سمحت أنا عاوزة أطلع، بابا عايزنا دلوقتي لازم نوصل، يعني مفيش مجال وما أعرفش إيه. وفضلت يعني أترجى وأتوسل فيه لحد ما قال له للراجل اللي بيختم الجوازة، قال له مشيهم خلاص حرام. طلعنا بالطيارة، أنا وقاعدة في الطيارة بسمع لك طيارة اللي عم بيسوقها
أمي. يا ربي كمان. فاخواتي مش عارفين الاسم، يعني انا عم بسمع الاسم واقول يا رب مستحيل، يعني شوف انا دلوقتي برجف من الموضوع بقول يا رب مستحيل. ف انت معجزات كبيرة حصلت وهو مش عارف طبعا. معجزة بجد، كان يومها معجزات كتيرة حصلت. فجيت يا مسكت ربي، ايد اختي قلت لها بصي هقول لك ده على حاجة، لو طلع من الكابينة وبص، زي وشافت خلاص. احيانا بيطلعوا من الكابينة احيانا يقولوا مثلا اهلا بيكم وبتاع، احيانا احيانا انا انا عارف. كنت ميتة، يا رب يسوع. مسكت ايد اختي قلت لها بصي الطيارة طارت خلاص، بس لو نزلت الطيارة زدتوا نفسكم، قتلوا نفسكم، اعملوا اي حاجه، ماليش دعوه. قالت لي في ايه؟ قلت لها بصي هو الطيار انت سمعتي اسمه؟ قالت لي لا. قلت لها اسمه فلان الفلاني. قالت لي يخرب بيتك ما لقيتيش طيران غير ده. قلت لها وانا اعرف، وانا اللي حاجات اعرف ازاي؟ فقالت لي انت ما بتعرفيش انه عمك طيار؟ قلت لها بعرف، بس ما بعرفش انه باي خطوط واي حاجه، يعني ما اعرفش الحاجات دي. فوصلنا تركيا الحمد لله، ومحدش عارف ومحدش شافنا، وخلاص كده كل حاجة تمام. في تركيا استقبلنا القسيس في بيت، استقبلتنا بنت وقتها، انت بتعرفها يا بابا؟ أعرف بنته؟ لا لا، البنت اللي استقبلتنا عندها انت بتعرفها. طيب خلاص ما تقوليش، كانت خادمة معانا؟ كانت خادمة معانا؟ بس افتكرت افتكرت. ده أنا أعرفك من زمان. ده أنا أعرفك من زمان الله يجازيكي. وكنت ببعت لك والبنت دي تاخد الفلوس، صح؟ افتكرتها. طيب كملي يا بنتي، يا ما بيتعمل فينا، يا ما بيتعمل فينا صدقيني. كنا في تركيا، البنت استلمتنا، هي البنت كانت بتخدم في كنيسة كمان هناك في تركيا، استلمتنا عندها. ايه الحكاية؟ الو، طيب يعني لغاية هي ما تقدر ترجع تاني. سامعني؟ ايه في ايه؟ ايوه انا كنت بقى. الو، ما تثبت التليفون يا حبيب بابا. طيب لغاية ما ترجع لنا، هي بتحاول تثبت التليفون، صلوا من اجلها، صلوا. القصة سمعوني؟ ما... آه. يعني اهدي شوية كده، ده قصة مليانة فزع يا بنتي. خلاص خلاص. الو، القصه مليانه فزع. انا ترينا عارفها من فتره طويله، يمكن 7 سنين. الو، ايوه معايا معايا. دلوقتي معايا. نزل دماغك لتحت يا ابويا، الصوره بتمشي ليه؟ نزل دماغك لتحت شويه كده بس كده، يلا كملي بقى. في تركيا استقبلونا في بيت القسيس، بس بعد فترة، أول فترة كانوا كويسين قوي، بعد فترة اللي استلمونا بقوا كل يوم في مشكلة، كل يوم في مشكلة في الكنيسة. فقررت أنا وأخويا وأختي، جيت اتكلمت معاهم قلت لهم بصوا أنا أقدر أشتغل وأخويا يقدر يشتغل وأنتي كمان تقدري تشتغلي، إحنا الثلاثة نشتغل ونطلع خلاص. اكيد بيكونوا اعمامك نسيوا الموضوع خلاص، بقالنا احنا اصلا 6 شهور هربانين، مش هيجوا يسالوا بعد 6 شهور علينا هنا في تركيا. تمام. نزلنا اشتغلنا انا واخويا في اوتيل، احنا بنتكلم صيني وتركي وانجليزي وعربي. ما شاء الله احنا ما شاء الله. الاربعه، يعني احنا الثلاثه اخوات وبنتكلم الاربع لغات دي. تمام. نزلنا اشتغلنا في اوتيل انا واخويا، اخويا كان بيعرف يطبخ نفسه في الطبخ جميل جدا، فكان بيعرف يطبخ، نزل مساعد شيف وانا كنت ريسبشن. بسنه كام اخوك؟ استني بس، مش كان وقتها صار عمره 12 سنة. وازاي شغله طفل؟
انت هتجننيني، ايه ازاي يشغلوا طفل؟ هم بتركيا ما عندهمش مشكلة، المهم واحد يشتغل في راتب قليل ما عندهمش مشكلة. وانت كنت بتشتغلي ايه؟ هو كان اصلا يشتغل في المطبخ، انا ريسبشن، على الريسبشن لانه بتكلم اكتر من لغة فبيعطوني الريسبشن. وكان سنك كام؟ وقتها سنة بس، يعني بقى 16 سنة تقريبا، ما بين ادخل بين ال 15 وال 16 كده. يا بنت انتوا اطفال، ده انتوا اعمل ايه؟ اتبهدلتوا يا بنت، انتوا اتبهدلتوا. قوي احسن ما انام في الشارع. انت ما اشتغلت حكيتليش انا اعرفك من 7 8 سنين تقريبا، ما حكيتليش حكايتك ساعتها، ولا اعرف انا انت مؤمنه متنبه. كنت بخجل وبخاف عشان انه ما حدش يشوفني وما حدش يعرفني والحاجات دي. يعني انت ما تحكيش في تركيا وتيجي تحكي وانت في بغداد؟ ده انت تتمسك، ده انت تتمسك. ما تخافيش، هو انا لو هنفضل جبت جنبك. اليوم خلاص. لا لا لا، انت وطفلتك هنوديك في مكان امن ومش ان شاء هنسيبك الله ان شاء الله. باسم يسوع. بس انت امين امين اول ما يا رب. ابعت لك، خلصي ورقك، خلصي ورقك اكيد لازم واعملي لازم. واخرجي في امان الله. خلاص اشوف اكيد لك اكيد مكان كويس واخلي الخدام يتكلموا معاكي ويخلصوا لك ان الموضوع. شاء الله ان شاء الله. يلا كملي يا خليني حبيب بابا. نعم بعد كده في تركيا اشتغلنا احنا الاثنين عشان اخويا قاصر وانا قاصر. صحيح انه انا اكبر منه بس انا كمان قاصر لسه ما صرت 18 سنة، فلازم انه سجرتا، في سجرتا وفي مش عارفة اي تأمينات وحاجات كده عشان الاوتيل اللي انا بشتغل فيه. فقالوا لي خلاص انتي مش هتقدري تكملي معانا. جيت رجعت على البيت وقعدت مع البنت اللي كنت بخدم معاها وانا واخويا وهي، وقعدنا نتكلم انه انا هعمل ايه. اصل القسيس اللي كنا عنده بدأ انه يعمل كل يوم مشكلة، مشكلة مع ليه؟ اخويا، مشكلة مع اختي، بقى ليه؟ يتضايق عشان ما حدش بيساعده فينا. او صراحة مش عارفة، بس هو بدأ يتضايق، مش عارفة البنت اللي معانا كانت بتوصل له حاجات تانية، مش عارفة صراحة. تمام، انت بقى عارفه البت يتضايق. دي، انت عارفه البت دي، احنا كنا مأجرين البيت كله عشان تستقبلكم وتستقبل زيكم. ما كانتش في البداية كانت كويسة، بعد كده ما اعرفش اللي حصل لها ايه. انت عارفه غيرت المبالغ اللي، انت عارفه المبالغ اللي كنا بنبعتها لها؟ بصراحة مش عارفة، بس ده هي كانت بتقول انه بابا رحمه هو اللي بيساعدني. ماشي يا بنتي، اتفضل. ما شاء الله، فبعد يا ما بتعمل فينا، يا ما بتعمل فينا. يلا كملي يا حبيب صحيح. بابا. فبعد كده جيت قلت لها بصي، هو القسيس مش هيبطل، انه خلاص انا مش قادرة يعني خلاص. ففضلنا عندهم تقريبا في البيت 6 شهور كمان. انا عارفه صح، انا رحت خدمت عنده. يمكن ما افتكر، يمكن لا، لان انت كنت سبتي، لا كنت سبتي، كنت سبتي كنت سبت. والخ... اه اه لا رحت خدمت عنده كنت من اربع اتمسكت خمس، وقتها. اتمسكتي. احكي لنا بقى ازاي اتمسك. طب انت دلوقتي شغاله وبعدين رحت سكنتي عند الخادمه دي، وهي الخادمه دي المفروض توكلكم وتشربكم وتسكنكم وكله وتديكم بلاش، مصروف. بس هي لا ما كانتش تعمل، ما كانتش بتعمل كده. حكيت معاك مرة قلت لك يا بابا البنت دي مش عمالة تعمل معانا حاجة وعمالة تحصل حاجات كده وكده وكده. المهم بعد كده طلعنا من عندها نمنا في الشارع، انا واخويا واختي نمنا في الحديقة في الباركينج في تركيا. كان عز دين البرد، برد يا رب قوي يسوع، عشان يا رب المنطقة يسوع، كانت اصلا على البحر. تمام، يا رب يسوع، يا رب فاحنا يسوع، قعدنا يا شهر رب ثلاثة. يسوع. اخويا بقى يقول لي انا جعان، قلت له طيب اعمل ايه، ما انت شايف انه خلاص الدنيا عتمت ومفيش محل فاتح ومعيش فلوس، اعمل ايه. انا وبكلمه كده الاوتيل اللي كنت اشتغل فيه كان فيه شاب بيشتغل معانا اسمه مارتن، كمان مارتن كان شاب مهذب ومرتب قوي. جه مارتن بيقول لي انتوا بتعملوا هنا ايه؟ ايه الاغراض دي بتاعكم في الارض؟ قلت له صراحه احنا طلعنا من البيت وما عندناش مكان ننام فيه وخلاص هننام هنا. قال لي طيب تيجوا عندي؟
قلت له نيجي عندك فين؟ قال لي عندي في البيت. قلت له لا طبعا انت شاب وما اقدرش انه اجي عندك، انا عندي اخت بنت واخويا ما اقدرش اجي. قام قال لي خلاص انا اطلع من البيت وانتوا تناموا في البيت دلوقتي. يا حبيبي يا ابني. صحنا، اختي بتقول لي بصي ممكن يكون ربنا استجاب لصلواتنا، خلينا نروح يا اختي بلاش نضل بالشارع كده. وفات ورحت معاهم، رحنا على البيت قعدنا عنده. هو البيت كان فيه غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وكده. الولد عمل ايه؟ اخد بس حتة هدومه وطلع من البيت وسابه ومشي، تركنا يا احنا رب الثلاثة يسوع، في البيت. يا رب يسوع. جيت الصبح دق الباب، هو قال لي بصي انا قعدت جوه بيتكم بالضبط، اي حاجه تحتاجوها بس تعالوا دقوا الباب واللي عاوزينه انا هكون موجود معاكم. فجيت قلت له بص هو انا بس عاوزه اكل. قال لي ما البراد مليان، اللي انتوا عاوزينه كلوه. قلت له صراحه بنخجل انه نمد ايدينا عشان يعني لازم اخد اذنك انت صاحب البيت وكده. قال لي بصي خدي اللي انت عاوزاه من البراد وانا بعد ساعه هاجي اخدك عشان الاقي لك شغل تبلشي شغل دغري. قلت له تمام ما عنديش مشكله. فلقيت شغل من الساعه 6 الصبح للساعه 2 بالليل، يا رب يسوع. اللي هو انه انا اغسل اطباق صحون والمعهم واعمل الحاجات دي. فوقتها كان الراتب بتاعهم بالليره 1000 ليره. قلت ما فيهاش حاجه ال 1000 ليره، 500 ليره ايجار و500 مصروف ليا ولاخواتي انه نعيش فيهم. تمام؟ حد كده كويس قوي. تمام؟ بعد كده رحت سجلت في اليوان. بعدها بكام يوم صار عندي اصحاب طبعا بالشغل وكده، فبترن علي بنت وبتقول لي بصي انت ما جيتيش اليوم ليه؟ قلت لها مش اليوم الاوف بتاعي. قالت لي اه بس في حد بيسال عليكي هنا. في حد زي مين؟ قالت لي ما اعرفش راجل ومعاه شاب. قلت لها انت بصي تعملي ايه؟ صوري وابعتي. قالت لي ابعت لك اياهم فين؟ قلت لها هنا على كان وقتها في فايبر. فقلت لها هنا على الفايبر بسرعه. فجيت بعتت لي الصوره ولا بشوف ابن عمي يا لهوتي. عمي قلت لها بصي ما تقوليش ما تعرفينيش خالص، ما تقوليش انه اصلا انت بتعرفيني. قالت لي طب ازاي ما هم جوع صاحب المحل، وصاحب المحل قال لهم موجودة عندنا كذا معلومات. قلت له طيب بس خليني أرن على أخويا أشوفه فين وبعد كده أرجع أرن عليكي. كنا في وقتها في منطقة اسمها يلوفا بتركيا. جيت رنيت على أخويا قلت له بص ما تطلعوش من البيت خالص، يعني ما حدش يطلع من البيت. قال لي طيب ما أنا بس راجع ثواني وهكون راجع على البيت. قلت له بص ما حدش يطلع من البيت، كلكم ترجعوا خلاص مفيش طلعه. قال لي في ايه؟ قلت له عمي هنا، انت فاهم ايه يعني هنا؟ قال لي خلاص جايين. جه هو واختي قعدنا كده بنتصفن في بعض احنا هنعمل ايه؟ قلت لهم بصوا احنا لازم نطلع من المنطقه دي بس نعرف ان هم خلاص مش هيدوروا في المنطقه دي، نرجع تاني عشان المنطقه دي منه رخيصه، منه خلاص عرفنا الشوارع وعرفنا العالم هنا ونقدر نشتغل وكده. فبعد كده مر تقريبا شهرين رحنا على أنقرة، فضلنا في أنقرة شهرين. بعد كده رجعت على يالوبا، كان الموضوع خلاص انتهى. كانوا هما عاملين إنه أي حد يعرفنا هيدوله مكافأة. تمام؟ في الوقت ده أنا اتكلمت مع في واحد كان شريك بابا بأمريكا، كان عايش بأمريكا. اتكلمت معاه قلت له أنا بس عاوزة إنه أطلع أخويا ونطلع احنا الثلاثة على ألمانيا. وقتها ضجت الموضوع بتاع انه السفر والتهريب وكده. قلت له فعاوزة مبلغ بس بسيط بس عشان اطلع اخويا او اطلع انا واختي معاه. قال لي انا اقدر ابعت لك 1500 دولار تتصرفي فيهم زي ما انت عايزة، ماليش دعوة انا ده كل اللي هقدر ابعته لك. قلت له تمام. بعد كده بعت لي ال 1500 دولار ورحت انا واخويا عند المهرب عشان احنا الثلاثة نطلع مع بعض. فوقتها جه المهرب بيقول انه اخويا بس اللي هيطلع، يعني لو اخويا طلع لوحده هيكلفه 1500 دولار ومش الطريق كامل، هو هيطلعه بس من اسطنبول على اثينا وبعد كده هو يطلع زي ما هو عايز. فقلت له لا خلاص مش عاوزه.
فضل اخويا قاعد يبكي ويعيط وانا عاوزه اروح وخلاص مش قادر ابقى، بلاش تضيعي مستقبلي، وفضل ان هو بس عاوز يطلع خلاص. كان سنه بقي كام؟ مش ايه؟ كان سنه بقي كام؟ هو 13 عمره؟ سنة، 12 13 سنة بالسن ده يعني، ما كانش كبر قوي، لأنه أنا اللي فضلتهم في تركيا 3 سنين. تمام؟ الله يبارك فيك. فبعد كده سافر خلاص، راح، فضلت أنا وأختي. أختي جات لها قسمة، اتجوزت، انفتح نصيبها، في اتجوزت تركيا؟ خلاص. في تركيا؟ اتجوزت اتجوزت؟ اتجوزت في تركيا شاب من أوروبا، من السويد. مسيحي طبعا. وراحت السويد؟ اه يا رب يا رب يا بنتي وديك بلد زي الناس يا رب. راحت وما عادتش، خلاص ما عادش اعرف عنها اي حاجة خلاص. عمرها كام ساعتها لما اتجوزت؟ كانت هي اصغر مني بسنة، انا كنت بقيت وقتها 17 سنة، هي كانت 16. و16 ازاي يجوزوها؟ ولا ده هي عادي كانت عندك؟ لسه عاوزة عشان تسافر خلاص، تخلص من اللي هي عايشاه وخايفة منه والحاجات دي، وجات لها فرصة وخلاص قررت انه تروح. لكن فراحت انقطعت العلاقة بينك وبينها؟ تقريبا، عشان انا معيش البرامج كلها كنت بمسحها عشان كنت بخاف، ومعيش الباسورد تبع الفيسبوك والحاجات دي. فبعد كده هي خلاص راحت وما عرفتش عنها حاجة خالص، يعني تقريبا لمدة سنتين انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجة. تمام. اخويا كنت كل 6 شهور يبعت لي هاي، ازيك، انت عايشة كده، هو فين يا اخوك دلوقتي؟ بألمانيا. طب الحمد لله اه الحمد بس لله. ما اعرفش فين، مع مين، زيه، الحاجات دي كلها ما اعرفهاش. يا رب تمام. يسوع. اه ولا ابوك يعرف عنكم حاجة؟ ما اعرفش صراحة، لانه اخر مرة عرفتها عن بابا هي كانت تقريبا من شي 5 سنين، انه هو كان مريض او حاجة زي كده، بس ما سألتش عنه صراحة، لانه بخاف انه اتكلم ويعرفوا انا فين ويجوا يرجعوا ياخدوني. خلاص ما عايش عنديش. فين بابا؟ كان عايش فين بابا؟ استراليا. بابا راح استراليا. اه يا النيل. وما قدرش ياخدكم يا بنتي. بيقدر في اي وقت ياخدنا، بس خلاص اللي صار واللي حصل كده وهم بيهددوا فيه وكده خلاص. تمام. ماشي ماشي يا بنتي ماشي يا اصلا النيل. هو ما بيتكلمش معانا عشان احنا هربنا من عند امامي. تمام. المهم وصلنا، انا لوحدي، فضلت لوحدي. بعد كده خلاص طلعت من تركيا، نزلت على الاردن، انه الله خلاص الملف بتاع اليو ان اتحول على الاردن، عشان انه انا اتسفر خلاص، اسافر بره امريكا، كندا، حاجه زي كده. في الاردن فضلت تقريبا 3 شهور، ولا انا وبمشي كده في الشارع بلاقيك واحد في وشي كده، ببص له كده بنظره حزن، نظره خوف، انه لو سمحت ما تعملش حاجه احنا في الشارع. ما كنتش عاوزه انه يضربني او اي حاجه كده. ده مين بقى؟ فطلعت. طلع مين؟ لا هلا في الأردن كانت عمتي أصلا، هي عايشة في الأردن، وعمي وولاد عمي، يعني تقريبا شي 5 من ولاده عايشين هناك في الأردن خلاص مستقرين. بس أنا ما كنتش عارفة إن هما ممكن يعرفوا شكلي، ممكن يعرفوني، أنا اتغيرت خالص، كبرت كده، فمستحيل يعرفوني بالطريقة دي. فهو بص لي كده وقال Can you لي close the door, please? Just a moment. دقيقة واحدة. Can you close the door? يا تفضل. كملي يا ماما. تفضل. آسف. فقلت له لو سمحت ما تضربنيش. هو بص لي قال لي انت مين اصلا؟ قلت له سوري، يعني هو ما عرفنيش انا هنا. الحمد لله. اوف، مش عارفني، ابن عمي مش عارفني. تمام. قال لي انت مين اصلا؟ قلت له سوري، فكرتك انه حدا بتعرفني او حاجه زي كده، ومشيت خلاص. اتصلت باليو ان بسرعه، قلت لها بصي انا شفت ابن عمي، معناته انه في حد هنا منهم، يعني مستحيل يكونوا كده، ما اقدرش بقى اطلع ولا اروح اشتغل ولا الحاجات دي. اليو ان قالت لي انت في الفتره دي باقي لك 2 3 اسبوع كده وخلاص هنطلعك. طيب يعني اكمل شغل عادي، ما فيش عليا اي حاجه؟ قالت لي محدش هيقدر يطلعك بره الاردن خالص، ما تخافيش.
كلها طبعا. بعدها بأسبوع يعني تحسب 8 أيام بالضبط، كنت في السنتر بشتغل، فجيت ستي دخلت على السنتر قالت لهم نور موجودة، فأنا رديت بكل فرح أنا نور، لأن نهارك زمان فل، بقوا يعرفوني، نهارك فل. ما كنتش عارفة إن هما خلاص وصلوا لي، وإن هما يعني ما افتكرش إنه حد يفضل يدقق في الموضوع ده بعد 3 سنين ويرجعوا يدققوا في الموضوع عشان إحنا هربنا وما أعرفش، يعني ما كانش في بالي إنه ممكن يفضلوا يفكروا في الموضوع ده. تمام؟ تمام. فأنا من فرحتي إنه زباين كتيرة قوي بتيجي بتسأل عني عشان شغلي حلو كده، فجيت قلت لها انا نور، قالت لي بس ممكن دقيقه لو سمحتي، بس دقيقه معاكي، فهي بالاردني كانت بتحكي لي بس دقيقه فيكي تيجي معاي، جيت قلت لها باجي ليش ما اجي، ايش في ايش بدك، بتحكي لي بدي اياكي تعملي لي خرم، انه حلق حلق عاوزه تعمل حلق، فقلت لها طيب ليش تطلعيني برا عادي فوتي لجوا، تحكي لي انه لا تعالي معي عشان بدي انه اخجل ومش عارفه ايش، بس تعالي نحكي بدي اياكي تقنعي خطيبي بالموضوع وكده. فبنزل الدرج وبلاقي واحد وراي نازل، اللي وراي انا ما بعرفه، ما بعرفوش، بس اللي قدامي عرفته انه ده حد من اهل بابا، يا رب يسوع، ابن عمي ابن عمه قرايبه ما اعرفش، بس ده انا بعرفه، انا شايفته معاهم. فقلت لهم بصوا انا هنزل بادبي، ما حدش يضربني وما حدش يعمل اي حاجه، انا هنزل لوحدي. نزلت معاهم وطلعت بالسياره وكل ادب، ما عملتش اي حاجه. وصلنا لبغداد ما كنتش متوقعه اصلا ان هم هيرجعوني بالطريقه دي. يا لهوتي، وصلت بغداد. طبعا رجعنا، ورجعنا مش بالطيارة، بالسيارة، رجعوني بالسيارة. نزلنا على صحيت، بس كانت الساعة 4 الفجر، يا ماما جيت جيت معلش هم مامي هم يلا جو. بعد كده صحيت لقيت نفسي انا في بغداد في بيت جدي، البيت الكبير، وكلهم مجتمعين وكلهم بيخططوا، وده بيخطط وده بيخطط وده بيحكي وضرب واهين وعلى كده وعلى كده. اخر شيء حطوني في غرفه ما كانش فيها ولا حاجه، وكانت بارده قوي، ففي شبابيك وكده، فقلت لهم بصوا انتوا مش هتقدروا تغيروا اي حاجه، خلاص احنا صرنا مسيحيين وخلاص، هربنا منكم خلاص، ومش هتقدروا تغيروا حاجة، أنا مش هتغير. طب أنا هسألك سؤال بسيط، أنت بتدفعي الثمن ده كله ليه؟ إيه المسيحية اديتهولك عشان تصر إنك تكوني مسيحية؟ بص هقول لك على حاجة بصراحة بدون كذب، تمام؟ أنا اللي شفته في المسيح ما شفتوش في حد تاني. الله يباركك، الله يباركك. يعني لما كنت قبل كده انا ما كنتش اعرف في الدين بتاع الاسلام كتير قوي، يعني ما كنتش اعرف حاجات، بس بعرف انه لو بتطلبي من الله ولو بتطلبي من الحسين ومن العباس ومن الحاجات دي انه خلاص هتتحقق لك. ففي فتره من الفترات انا كنت اقول يا العباس يا الحسين يا ما بعرف مين، انا عاوزه الحاجه دي خلاص انا عاوزاها، ما تشوفيهاش تاني، ما ما كنتش في تشوفيهاش. سلام، لا ما كنتش في سلام بجد بجد. فترة من الفترات كنت اقعد في البلكون كده واصفن واقول يا رب انا عاوزة اعرف، عاوزة اشوف، عاوزة احس، انا مش عاوزة بس حاجات كده خلاص امشي وراها وخلاص، انا عاوزة اشوف، عاوزة اعرف. فلما المسيحية على فكرة مش ديانة، المسيحية حياة تعيشها، الله يبارك فيك، حياتي الله لو يبارك ما فيك، عشتش الحياة دي مش هتعرف ايه معنى المسيحية. الله عليك يا بنتي، الله الله فأنا عليك. عشتها بكل تجاربها، بكل حاجاتها الحلوة بجد، قد ايه بكون مضغوطة، قد ايه بكون موجوعة، قد ايه بتألم، مجرد بس اقول له يا رب خلاص انا عاوزة ايدك توقف عليا، بلاقي ايده بتحملني وبتشني وخلاص ما بقاش الحمل اللي جواتي ده
خلاص ما بحسوش موجود. الله يا ربي، الله كل حاجة، كل حاجة معايا بتبقى تمام. هقول لك ايه اللي حصل عشان تعرف انا ايه قصدي بالايد وليه بحب الترنيمة تبع يدك المطبوعة تربي. يا رب يسوع. فاحنا انا في اوضه مخنوقه وكده، جم خلاص انت هتتجوزي. هتجوز ايه؟ انا اصلا ما بفكرش في الموضوع خالص. يعني كان لو سنك عاوزه افكر كان سنك بيه كام؟ خلاص كبرت، قبل تقريبا 4 سنين، 3 سنين، 4 سنين، قبل 4 سنين بالضبط لما جوزوني. تمام. فجيت قلت له انا مش هتجوز يا عمي. قتلني قتلني قتلني، ضرب ضرب ضرب، ما خلاش حته صحيه فيها، لدرجه ان هو كسر لي اسناني، السن ده اللي هنا واللي هنا كسرهم لي بالبوكسات بتاعه. تمام. فبعد كده قلت له لو تضرب من هنا لحد بكره مش هتجوز ومش هأسلم. اه يا انا رب يا صرحت رب كده، يا رب يا رب يا رب. جيت قلت له بص عاوزين تموتوني انا موت لكم نفسي، ما عنديش اي مشكله، خلاص اروح للسما الاقي حد يحبني احسن ما ابقى معاكم وكده. مع انه عمي ده كان بيحبني قوي، انا كنت المفضله عنده. تمام. فبعد ما قلت له كده جه في الليل بيقول لي بص انا هقول لك حاجه، انا بحبك قوي وانت بتعرفي انه انت ذكرى من ابويا الله يرحمه اللي هو جدي، فبلاش تعملي كده، بلاش تخليهم يأذوكي اكتر. قلت له انا مش هقدر، يعني مش بايدي الموضوع انه انا اجي اتجوز وفجأة وما اعرفش مين. المهم بعد تقريبا 3 ايام 4 ايام بشوف حد بيفوت ومعاه شيخ وبيكتبوا كتاب، ورد ردي ورايا. قلت له مش هرد اللي بتقولوه، يعني انا اصلا بضحك انتوا بتقولوا ايه؟ يعني انا لو عاوزه اتجوز اتجوز بالطريقه دي، يعني حرام عليكم. فجي عمي وجه السلاح عليا فبيقول لي يا تنطقي اللي بيقوله يا خلاص انت ميته. قلت له عادي، ما هو كده كده انا ميته، انت كده هتموتني وكده هتموتني. ف وقتها ما اعرفش ليه اتلجمت، خلاص سكت خالص، ومن الخوف والضغط والحاجات دي قلت لهم خلاص اوكي انا موافقه. قلت له للشيخ انا موافقه. اللي جوزوني يا هو متجوز وعنده ولاد 2. تمام. ومتجوز واحدة تانية ومطلقة وجوزني أنا كمان. هو الوقت هو ابن عمك؟ هو بيكون قريبهم بس مش ابن عم عمي، بس مش هو ابن عمك يعني عمك؟ بيكون ابن عمه. لا لا ابن عمي. لا اه 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 تمام. فهو كمان معاهم بيداوم في حتة وكده، بس هو مريض نفسي و24 ساعة كان بيمسك النينة بتاعة المشروب بيشرب، ما بتشوف الصاحي اصلا. تمام. فانا ما كنتش اقبل اصلا انه يقرب لي، لدرجه ان انا ضربت نفسي هنا كم مره، جرحت كده عشان ما يقربليش، وعاوزه اقتل نفسي خلاص مش عايزه. فبعد كده صار الموضوع بالضرب والاجبار والاكراه وكل حاجه، وما فضلتش حاجه ما عملتها. تمام. المهم اتجوزت خلاص، وبعد كده عرفت ان انا حامل. في الفترة اللي انا عرفت انا حامل فيها كنت بقعد على رجلي وبقول يا رب يا يسوع ايدك ما تركتني ولا مرة بأي مصيبة، شيلني لانه ما عاد اقدر. امتحانك انا نجحت فيه بس طلعني، ما عاد اقدر. وابكي، اظل ابكي 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 ابكي، لدرجه انه هو يكون نايم فيسمعني يقول يا رب ايش ما راح يخلصش هذا، ربك مش هيسمعك، مش هيخلصك، بيقول لي مش هيخلصك. فجيت قلت له هذكرك. بعد كده بفترة مرات التانية قالت لي بصي انا اقدر اساعدك انك تطلعي، بس انا ما اقدرش اديلك ولا حاجه، بس اساعدك انك تهربي. قلت لها اوكي انا ما عنديش مشكله، المهم اهرب. مصلحتها. فقلت لها انت بتعملي كده ليه معايا؟ قالت لي هتعرفي بعدين.
بعد كم يوم البوليس بتدق الباب بطريقة كأنه عاملين انفجار، تمام؟ بياخدوا البوليس من البيت لجوزي ويطلعوا. انا هنا ما اعرفش اللي حصل، اخد شنطتي احرق في ثيابي وما بيهمنيش اللي حصل معاه، ينفلق ماليش دعوة، المهم اطلع خلاص. كل اللي اخدته، اخدت تليفون هو مش ليا، يعني انا التليفون ده مش ليا، انا اخدته. فقلت لها عادي اخده، قالت لي خدي وخلاص طلعي، انه ما تبقي هنا بس انهزمي. طلعت، اول شيء سويته انه انا نزلت على اربيل، تمام؟ في اربيل اي مكان اريد بس انه اقعد انام اسوي شيء. لقيت فندق موتيل هناك، كان الجو كلش حلو. اول ما وصلت تعرفت على بنت هي بالكنيسة، رأسا قالت لي اني اساعد شاني اوقف وياك. اوكي باربيل قلت خلاص هذا هو، انا راح ابقى عايش باربيل والطفله اروح انزل البيبي خلاص، ومش عاوز خلاص اعيش حياتي، وشويه شويه الم فلوس واهرب اطلع برا العراق خلاص. رحت على الدكتوره عشان انزل البيبي، بتقول لي الدكتوره حرام، المسيح ما علمناش كده، الطفل في نبض وفي صوت قلب، عاوزه تسمعي صوت القلب؟ بقول لها لا مش عاوزه اسمعه، انا عاوزه خلاص اروح يا مش عاوزه حبيبي. حاجه. فبتيجي بتسمعي، اسمعي طب صوت القلب بتاعك، تحط الصوت بتقولي اسمعي، بسمع صوت قلب هلا عم يدق تك تك تك. يا ربي فقلت لها قلبك الرب اللي اعطى هاي الحياه انا اخذها ليش؟ الله الله انسان اياه هو راح يعيشها. الله تمام. تمام. جد حكيت، قلت لها انت عارفه انت انقذتيني وانقذتي اللي ببطني عشان خلاص ربنا بيحبها. جيت اخذت قرار خلاص انا مش هنزل الطفل وانا هعيشه وانا قدها وقادر، عشان ايد ربي مش هتسيبه. قلت له يا رب انا اعلن دمك على اللي ببطني، الله ايدك المكتوبه راح تصير عليه وانت اللي تعيشه باي طريقه. يا رب يا رب. بعد كده اشتغلت، رجعت اشتغل في مكان كمان سنتر، مركز تجميل يعني، في مهنتي اشتغلت، فضلت اشتغل اجمع فلوس عشان وقت العملية ما اقعش ما يحصليش حاجة كده. رتبت وضعي وخلاص، جه وقت العملية وجيت البنوتة، بس كانت مريضة تعبانة شوية، فالحمد لله نشكر الرب انه كانت احلى هدية في حياتي من الرب. فلما جيت دكتور وقال لي البنت تعبانة، رئتها تعبانة شوية عشان هي جت مبكر، فقلت له بص أنا أول ما حبلت فيها كنت عاوزة أنزلها، وهي أصلا بنته للرب مش بنتي، فهو لو عايز ياخدها ياخدها، وهو لو عايز يسيبها هيسيبها، تمام؟ جي قال لي إيه الإيمان اللي أنت فيه ده؟ بصي أنا هعمل اللي بيطلع في إيدي عشان البنت دي تعيش. بعد كده جه الدكتور بعد تقريبا 4 ساعات قال لي بنتك حالتها مستقرة الحمد لله وكل حاجة كويسة قوي، تمام. بقيت أتواصل مع مراته عشان أعرف اللي حصل. ففي الوقت ده بتقول لي إن هو اغتصب بنته اللي عمرها 12 سنة، ودلوقتي هو لحد دلوقتي في السجن، بس ان هو طلع انه مغتصب بنته اللي عمرها 12 سنة وهي سجنته عشان كده، وبالدليل طبعا وكل حاجة معاها، وعلى اساس في الفترة دي تبعت لي اوراق عشان اقدر انا اقدمها للمحكمة عشان اخلص اوراق بنتي، تمام؟ فبعد كده كل حاجة بقت كويسة وخلصت منه، بس المشكلة انا بخاف انه يمسكوني عمامي، لو مسكوني انا يعني انت طلعتيه. طلعتيه، تمام. انت ايه المشكله بقى اللي عندك؟ المشكله اللي عندي انه البنت، انا لما اتجوزت اتجوزني في شيخ مش في محكمه، لانه لو كنت واقفه قدام القاضي انا هقول له القاضي انا مش هتجوز،
وان هما بيجبروني على الجوازه دي، تمام. أمم فهم عملوها في محكمه شيخ مش محكمه الدوله. فانا المشكله اللي عندي دلوقتي، انا الورقه دي لازم تكون في المحكمه، تتصدق في المحكمه، وبعد كده يطلع لي جنسيه للبنت وجواز سفر عشان اخدها واسافر. يعني البنت من غير هوية، اه دلوقتي هي من غير هويه. يعني كل مشكلتك انك انت تطلعي لها هوية اه وبعدين تاخديها وتفلي وتهربي. اه بإذن ربي يسوع هنقدر نعمل كده، ما امين تخافيش. امين يسوع اكيد. طيب انت الورق بتاعك اللي مفتوح في الأردن، ممكن الملف بتاعك لسه موجود؟ اه اكيد بيكون موجود عندهم. طب ما تروح الأردن أفضل. ما دلوقتي لازم اخلص الورق عشان اروح خلص الورق وهتروحي الأردن، ان شاء الله. وهتعملي تذكرة طيران ومش هتروحي بري. ان شاء خلاص؟ الله يا رب يا يسوع، ان شاء الله. ده أنت قديسة يا بنتي، ده أنت قديسة. امين إيه ده؟ امين الله يا الله بيباركك يا بنتي ويحميكي امين امين ويسندك امين ويديك يا بنتي على قد ما تعبت واتبهدلتي. يا امين. ربي كم ده، كم دولة؟ الصين، تركيا، الصين، سوريا، تركيا، الأردن. الأردن، يا لهوتي 5 دول عشت فيهم. ربنا يحميك يا بنتي. ودلوقتي عشان اخر حاجه هقولها لك، بعد ما كنت انا اعمل كنت بشتغل في مركز تجميل كبير قوي وبقى لي اسم قوي، فلاني بقيت بخاف خلاص انه دلوقتي المرحله دي بالذات انا بخاف قوي من عمامي، عشان عمي دلوقتي بقى مسؤول كبير قوي في الدوله من اللي قبله، يعني من قبل يا كده. ربي يا ربي، فدلوقتي أكبر بخاف انه في لحظه كده يطلع اسمي، أكبر في من لحظه كده. وزير، اه أكبر من وزير. اه يا لهوتي. اه فدلوقتي طب أنا قلت لك غطي وشك، ليه طلعت بوشك؟ مش هخاف منهم، عشان مش هو اللي هيقرر انه ينهي حياتي، او انه هو اللي هيقرر. انا قلت له في وشه انا مش هأسلم، ولو عرفت لاخر لحظة في مجدا ليك حياتي يا يسوع، انه انا مجدا ليك هموت يا يسوع، دلوقتي مش هأسلم، مجدا ليك انا يا مش يسوع، هنكر المسيح مجدا ليك يا يسوع، ابدا لو مهما حصل. عشان مجدا هنا ليك انا يا اي يسوع. مكان اروحه بقول انا مسيحية، انا مسلمة، وامنت بربي يسوع المسيح اله على حياتي، ومش هأسلم. مجدا ليك يا يسوع، امين مجدا ليك يا يسوع، مجدا امين ليك يا يسوع. هنصلي ربنا يكمل عمله معاكي، امين باسم يسوع. وفلوس فلوس الورق ده هتتبعت لك فورا، وبعد ما تطمنيني وتقولي لي انا خلصت الورق أمين روح الاردن افضل بدل ما تروحي مكان تاني، لان أه ورقه الملف بتاعك في الامم المتحده هناك. أه يعني زمانك زمان ليكي دور الوقت انك انت تروحي دوله اوروبيه ولا استراليا ولا كندا ولا امريكا. إن شاء نعم، الله باسم الرب يسوع، أمين باسم الرب يسوع. أمين. انا بشكرك على شجاعتك، أنا وبشكرك بشكرك أوي. ذكرت كل حاجه بامانه، بشكرك على امانتك، بشكرك على عدم خوفك، بشكرك على انك بتقولي للناس رساله. وأخاف لي، لا وأنا معايا، أنا معايا ربي أخاف لي، أنا معايا انا يسوع اسمعوا يا معايا. جماعه، اسمعوا الكلام ده، اسمعوا. اللي يعرف المسيح ما يعرفش الخوف، اللي يعرف المسيح ما يعرفش الخوف. لا يخاف ليه؟ يخاف ليه؟ ربنا معاك، تخاف ليه؟ انت بتصغر ليه من ربنا؟ بتصغر ليه من مسيحك؟ الخوف، الخوف هو ده مقبره، مقبره قضى على عقبات راسه الخوف. الخوف يا جماعه ارجوكم بطلوا خوف، ارفعوا صوتكم، ارفعوا ارفعوا صوت صوتكم، المسيح. صلوا من اجل بنتنا نورا، امين. صلوا من اجل بنتها، صلوا من اجل يكونوا بره بغداد باسرع ما يمكن. امين. البنت شجاعه وربنا مش هيسيبها. صلواتكم ليها، واحنا بنصلي تاني معاها اهو. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. يا رب اللي يلمس بنتك يا رب كأنه لمس حدقة عينك، ده انت اللي قلت.
احنا مؤمنين بكل ما قلت وتقول يا يسوع، مؤمنين ان بنتك في قلب الخطر لكنها ستخرج سالمه، لانك انت ما هي بتقول ايديك معاها، ايديك دايما معاها. ازاي تخاف؟ اشكرك يا رب، اشكرك على شهادتها وعلى المعجزات اللي عملتها معاها. اشكرك يا رب انك انت هيئتنا نقف معاها ونساعدها. اشكرك يا رب انها بعد غيبه طويله رجعت لنا وسالت عننا وسالت عني وجات لنا وقالت عايزه اقول اختباري، عايزه اشهد للمسيح. يا بنت انت لسه في بغداد الناس خايفه، قالت لي مش هيخاف. اشكرك يا رب، اديها شجاعه واديها ثبات فيك يا رب، وساعدها تكمل كل ورقها وتخرج من بغداد يا رب. اشكرك لانك سمعت واستجبت. امين امين. اعزائي المشاهدين، بعد ما كنا في مصر امس، اليوم كنا في بغداد، وبكره هنسافر ايطاليا معا. عمالين نتنقل اهو. صلوا من اجلنا. امين امين. صلوا من اجل الخدمه الكبيره. انا بشكرك. بشكرك حبيبي، انا بشكرك قوي على استقبالك الي حبيبي. خدي بالك من نفسك. اكيد. وبنتك في عيوننا، وانت مش هنسيبك ابدا. اكيد يا بابا. ما يخليك يا رب، ما يخليك يا رب. اشكرك يا رب، اشكرك. اشكرك يا رب. اعزائي المشاهدين، كنتم مع هذه الحلقة مع نورة عروس بغداد، بنت الوزير وبنت المسؤولين الكبار، وكيف شهدت للمسيح. انتظرونا في حلقات جديدة. أشكركم، وسلام رب المجد يكون معكم.